بتحبش القطايف؟ كلنا بنحب القطايف. النهارده هنعمل وصفه كتير لطيفه، وهي من واحده قريبه اسمها ام شاكر الله يذكرها بالخير ان شاء الله، كتير شطوره فيها. والوصفه دي انا جربتها وناس كتير بعد ما نزلتها في المجله بتاعتي جربوها وبصوا عليها كلهم. فالنهارده هنعملها لكم فيديو وان شاء الله تعجبكم، وانا عارفه ان هي هتنفع ناس كتير وخاصه المغتربين. اول حاجه هنعوزها عشان نعمل القطايف كوبايه ونص دقيق، نص كوبايه سميد، معلقه كبيره خميره، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، وثلاث كوبايات ميه. دي كل الحاجات اللي هنعوزها علشان نعمل العجينه بتاعت القطايف. بعدين بعد كده بقى انتوا حرين بتعملوها بالقلي، بتعملوها بالعصافيري، زي ما انتوا عايزين بتعملوها. اول حاجه هنعملها هنحط الدقيق اللي عندنا، مش محتاجه اي حاجه، كل المقادير هنخلطها مع بعض. هنحط الدقيق، هنحط السميد، هنحط الخميره، وهنحط البيكنج باودر، تمام. هنخلطهم مع بعض في المقادير الجافه، وبعدين هنحط 3 كوبايات ميه، مش سخنه، ميه عاديه. ادي اول كوبايه، بعدين هنستنى شويه بس نقلبها قبل ما نزود الميه علشان ما تكلكعش مننا. ما بتحتاجش مكنه هي ولا حاجه، كتير الوصفه سهله ان شاء الله هتعجبكم. ونضيف الكوبايه الثانيه. امشوا بالظبط على المقادير وعلى الخطوات، تطلع لكم احلى قطايف. بنحط كوبايه الميه الثالثه، وكده نبقى خلصنا عجينة القطايف. بنستنى عليها ساعة، ساعة بس، لغاية ما تخمر شوية، وبعدين نبتدي نستعملها على طول. دلوقتي مر ساعة على القطايف بتاعتنا، تمام. هنجيب المكنة، أو مش المكنة، يعني الآلة بتاعت القطايف. طبعا اللي عنده المكنة دي أوكي، ما عندوش بيستعمل يعني ممكن يستعمل كوبجاية او اي حاجة هو بيكون بيحددها، هي دي العيار بتاع مقاسات القطايف. طبعا ممكن تعملوا القطايف صغيرة عصافيري، ممكن تعملوها كبيرة زي ما انتوا عايزين. لازم نسخن الطاسة كويس، وبعدين نبتدي نحط القطايف بتاعتنا. عملية كتير اصلا ممتعة انك تعملوا القطايف في البيت. ونستنى عليها شوية. لما بتبتدي تخرج من فوق يبان فيها كده بقليل، كده بيبقى معناها ان هي قربت تستوي. بتبطل اللمعة دي موجودة، معناها انها استوى. اوكي، دي ابتدت تتحمر، ودي كمان، ودي. اوكي، دلوقتي احنا ممكن نعمل كذا شكل من القطايف. ممكن نعملهم عادي، اللي هو بنحشيها وبنقفلها وبنقليها بعد كده. ممكن نعملها كمان، طبعا بنحشيها باللي احنا عايزينه، ممكن تخلوها كده وبنحشيها بالقشطه. وبعدين نحط لها من الفستق، لا الاول بنحط لها قطر. بعدين بنحط لها شويه فستق، وبعدين لو حابين نحط لها شويه من زهر الليمون. دي طريقه، طبعا دي طريقه كلنا عارفينها. ممكن كمان نعملها بطريقه تانية كتير لذيذه، بس هي بتبقى احلى مع العصافيري. فبنعمل فيها ايه، بناخدها بنقفلها من الجنبين كده، بعدين بنرجع نقفلها من الجنبين دول، فبقى عندنا مربع كتير لذيذ شكلها في العزايم، تمام. وكده نبقى عملنا القطايف النهارده، وبنصحكم تجربوها كتير، هتنبسطوا عليها وصفه كتير.